بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب وطالبات التعليم عن بعد الاكتساب المطور، طلاب مكرر مدخل الاقتصاد الإسلامي، طلاب المستوى الرابع، أهلا بكم في لقاء حي جديد من لقاءاتنا لهذا المكرر، وهو مكرر مدخل الاقتصاد الإسلامي. أنا كنت متعمد أخر شوية عشان الناس يعني تزداد شوية في العدد، ونبدأ محاضرتنا مع بعض إن شاء الله، ما فيش مشكلة. لكن زي ما تعودنا دايما الشباب بنأكد على ان الصوت واضح. الصوت واضح يا شباب؟ كل بيقول واضح، يبقى نبدأ على بركة الله. وهنبدأ النهاردة يا شباب، احنا كنا توقفنا المرة اللي فاتت على كيفية مواجهة المشكلة الاقتصادية في الانظمة الاقتصادية المختلفة، وتحديدا احنا صفحة 17 يا شباب، صفحة 17. اول حاجة بنتكلم على كيفية مواجهة او حل المشكلة الاقتصادية في النظام الاقتصادي الرأسمالي من وجهة نظره. يا ترى ايه اللي يعتمد عليه؟ يا ترى عنده آليات او طرق او اساليب او ادوات بيواجه بيها المشكلة الاقتصادية؟ بالتأكيد عنده. والنظام الاقتصادي الرأسمالي بيعتمد على آلية رئيسية يا شباب، الا وهي آلية جهاز الاسعار او جهاز الاسنان، او بتسمى آلية السوق. وآلية السوق طبعا انت مرت عليكم في مبادئ الاقتصاد الجزئي، انت عارفين ان آلية السوق هي عبارة عن كرة العرض والطلب. كرة العرض ايه يا جماعة؟ والطلب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني باختصار هم عايزين يقولوا ان اسعار السلع والخدمات والموارد وكل شيء والاجور والرواتب يتم تحديدها من خلال آلية السوق، من خلال الطلب والعرض، ولا تتدخل الحكومة في هذا الجانب الاقتصادي على الاطلاق، انما تترك هذه الامور في تحديد اسعار السلع والخدمات والاجور والرواتب تترك لآلية السوق. بمعنى قالوا ان آلية السوق هي، لان الموارد قليلة والرغبات كتيرة ودي عاملة مشكلة اقتصادية، فلو تركنا آلية السوق هي اللي تحدد ننتج ايه وما ننتجش ايه، وبالتالي الحاجات اللي عليها طلب يتم انتاجها، والحاجة اللي ما عليهاش طلب ما يتمش انتاجها، او كنسبة وتناسب على حسب الطلب يتم الانتاج. وبناء عليها جماعة قالك بالطريقة دي هنقدر نستخدم الموارد المحدودة او الاقتصادية او النادرة نسبيا دي استخدام امثل، ونواجه به الرغبات والاحتياجات الكثيرة والمتعددة والمتنوعة والمستمرة التي لا تنتهي للفرد وللمجتمع. دي الحقيقة هي الآلية الرئيسية يا شباب اللي اعتمد عليها النظام الرأسمالي في مواجهة المشكلة الاقتصادية. لكن خلينا نقول جزئية كده في هذا البند برضو بتاع مواجهة المشكلة في النظام الرأسمالي. قالوا ان ممكن دخل اي فرد نقدر نحدده من خلال عنصرين او من خلال عاملين. يا ترى ايه دخل الفرد ده بقى؟ اولا علشان انت تقدر تحدد بالتقريب دخل اي فرد، بنسأله على حاجتين: مقدار ما يمتلكه من عناصر الانتاج. احنا في صفحة 17 تحت كده يا شباب، صفحة 17 اخر سطرين. العامل الاول يا جماعة مقدار ما يمتلكه من عناصر انتاجية، والعامل الثاني هو سعر عنصر الانتاج السائد في السوق. يعني مثلا نقول لو سألت واحد بقول له انت بتشتغل ايه؟ بقول مدرس. بقول له انت بتدرس ايه؟ بقول مثلا لغة انجليزية. بقول له بتدرس بقالك كام سنة؟ بقول مثلا 10 سنين. طب انت كده عرفت تقريبا مرتبه ممكن او دخله الشهري من الوظيفة دي يبقى كام ولا لا؟ اكيد عرفت يعني بالتقريب. واحد تاني مثلا بتسأله بتقول له عندك ايه؟ وانا ما عنديش غير مصنع لانتاج العصير، ما عنديش لا وظيفة حكومية ولا قطاع خاص ولا حاجة، هي مصنع بس انتاج العصير. بقول له بتنتج عصير ايه؟ وبتنتج كام علبة في الشهر مثلا؟ والعلبة بتبيعها بكام؟ اكيد كده عرفت ايه دخله. لو واحد تالت مثلا بقول له انت عندك مصدر دخلك ايه؟ بقول ما عنديش، عندي عمارة سكنية فيها 10 شقق بأجرها. بقول له بتأجر الشقة بكام مثلا في السنة او في الشهر؟ يبقى كده انا عرفت برضو مستوى الدخل بتاع الفرد دوت. يعني دي حاجة جانبية كده ساعات تيجي في الاختبار، اختيار متعدد او صح وغلط. فاحنا صفحة 17 زي ما بنقول هو مقدار ما يمتلكه من عناصر انتاج وسعر عنصر انتاج السائد في السوق.
يا جماعة اللي عنده الصوت بيقطع، قلنا كذا مرة قبل كده الصوت من عندكم انتوا مش من عندنا، اما بيكون من النت عندكم ضعيف او الجهاز اللي انت شغال فيه، او الافضل ان انت تستخدم سماعات هيدفون علشان تسمع كويس. طيب يا شباب خلينا بعد كده، والصوت اعتقد هيبقى افضل دلوقتي، الصوت دلوقتي افضل. خلينا نقول بقى يا شباب ديت المشكلة الاقتصادية وكيفية مواجهتها من وجهة نظر الاقتصاد الرأسمالي. يا ترى بقى انت يا نظام اشتراكي بتواجه مشكلتك ازاي؟ هل بتعتمد على نفس الادوات والآليات اللي بيعتمد عليها النظام الرأسمالي؟ يعني عندك حاجة اسمها آلية السوق، ولا ازاي بتواجه المشكلة يا نظام يا اشتراكي؟ قال لا الحقيقة انا عندي آلية مختلفة تماما، لان انا ما بعترفش بآلية السوق دي، ما بعترفش بحاجة اسمها قوى عرض وطلب، انما بعترف بحاجة واحدة هي جهاز التخطيط المركزي. دي الأداة الرئيسية والأداة الوحيدة اللي بستطيع بيها مواجهة المشكلة الاقتصادية. ومعناها ايه؟ معناها ان الدولة هي اللي بتمتلك كل الموارد، واللي هي اللي عارفة هنستخدم الموارد وننتج منها ايه، لان كل الناس اجراء عند الدولة او موظفين عند الدولة، وبالتالي محدش بيمتلك حاجة، الدولة هي اللي بتمتلك، وبالتالي هي اللي بتحط الخطط بشكل مركزي وتتبعت للناس كل واحد في مكانه ويقول له نفذ الخطة. مدير الجامعة في جامعته، مدير المدرسة في مدرسته، ومدير مستشفى في المستشفى، مدير مزرعة، مدير مصنع، تجي له الخطة اعمل كذا سوي كذا نفذ. بس هنخسر، بس المشروع مش مفيش عليه طلب والكلام ده، يقول لك نفذ مالكش دعوة، احنا لا نبتغي الربح، احنا عايزين مساواة اجتماعية. وبناء عليه النظام الاشتراكي لما بيحط خطة يا شباب تبقى الخطة جاية من الدولة مباشرة للشعب والشعب ينفذ. فحتى كمان لما يحط له خطة، يحط له خطة النقل وخطة الإنتاج وخطة التسويق وخطة التوزيع، خطة بتشمل كل حاجة. يعني على سبيل المثال لو واحد مثلا يعمل مصنع لحاجة معينة، فبيسألوه سؤالين: ماذا توفر عنصر الإنتاج اللي أنت هتنتجه؟ يا ترى موجود في بلدنا ولا هنستورده من بره؟ يقول لهم ليه؟ يقول عشان نحط لك خطة، ها، خطة الاستيراد. ثانيا: هل العنصر اللي انت هتنتجه ده والمواد الخام اللي هتستخدمها قريبة من المصنع ولا بعيدة؟ ليه؟ يقول لك عشان نحط لك خطة النقل، خطة النقل ووسائل النقل، وهكذا. طبعا احنا بنتكلم على الاشتراكية القديمة يا شباب، لكن الاشتراكية الموجودة في الوقت الحالي اشتراكية بمفهوم حديث شوية. فاحنا مش بنتطرق للاشتراكية الحديثة، احنا بنتكلم على مقرر هتختبره فيه. فاحنا بنتكلم على الاشتراكية كفكر اشتراكي في البداية، وكذلك الرأسمالية. لكن طبعا في دول اشتراكية حالية، ولكن بمفهوم حديث شوية، لكن في أسس ثابتة، يعني الملكية عامة والناس أجراء عند الدولة وهكذا. لكن قد يكون في بعض الاختلافات. في اللي عايز يستزيد بقى يدخل على النت ويكتب دول اشتراكية ويطلع على اسلوبها ونظامها والكلام ده كله، وده مش مجالنا هنا، احنا مجالنا بندرس مقرر عشان نلتزم بيه وبتختبره فيه وما يحصلش تشتيت للطلاب او الطالبات. تاني حاجة يا جماعة: مدى توفر عنصر انتاج، مدى قربه من الوحدات الانتاجية. ليه الكلام ده؟ اقول لك عشان نحط لك خطة مركزية للنقل والانتاج والتسويق والكلام ده كله. وبالتالي النظام الاشتراكي بيعتمد على أداة رئيسية، الا وهي ايه يا جماعة؟ ها، ألا وهي التخطيط المركزي. التخطيط الايه؟ المركزي. طيب ننتقل لحل المشكلة الاقتصادية بقى من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي، أو في النظام الاقتصادي الإسلامي يعني. كيف يتم مواجهة المشكلة الاقتصادية في النظام الاقتصادي الإسلامي؟ احنا بنقول إن المشكلة في النظام الاقتصادي الإسلامي ليها كام بعد يا جماعة؟ ليها ثلاثة أبعاد. ليها كم بعد؟ ليها ثلاثة أبعاد. طبعا احنا عرفنا قبل كده إن طبيعة المشكلة في النظام الرأسمالي إن هي مشكلة إنتاجية، أما طبيعة المشكلة في النظام الاشتراكي قالوا إن هي مشكلة توزيعية، أما في النظام الاقتصادي الإسلامي يا جماعة قالوا إن المشكلة ليها كم بعد. المشكلة قالوا إن المشكلة ليها ثلاثة أبعاد. ليها كم بعد؟ ليها ثلاثة أبعاد. ايه هم الثلاث ابعاد للمشكلة الاقتصادية من وجهة نظر الاقتصاد الاسلامي؟ برضو ذكرناها قبل كده. بنقول اول حاجة
اللي هي مشكلة سلوك خاص وعام بالفرد والمجتمع، مشكلة سلوكيات خاصة وعامة بالفرد والمجتمع، وكمان ان هي مشكلة انتاجية زي النظام الرأسمالي، وكمان ان هي مشكلة توزيعية زي النظام الاشتراكي. وبناء عليه بتوجد 3 ابعاد للمشكلة من وجهة نظر الاقتصاد الاسلامي، لانه هو اقتصاد شامل بينظر بمنظور شامل، مش بيركز على حاجة ويسيب حاجة تانية، ولكن بينظر بمنظور شامل بحيث انه بيشايف ان المشكلة ليها الـ3 ابعاد دول، وبالتالي كل بعد من الابعاد دي هيكون ليه ركيزة في الحل، هيكون ليه ادوات خاصة بيه وطرق واساليب ووسائل يتم بيها مواجهة هذه المشكلة او هذا البعد من خلال 3 ركائز. اذا كنا بنقول ان هي مشكلة سلوك خاص وعام كبعد اول، ايه ركيزة الحل هنا يا جماعة؟ نعمل ايه في سلوكيات الناس؟ نخرب سلوكيات الناس، ولا نعمل ايه بقى في سلوكيات الناس الشباب كحل وكركيزة للحل للبعد الاولاني ده؟ مظبوط، نعمل عملية تنظيم لسلوك الناس من خلال ايه بقى؟ تنظيم سلوكهم من خلال ايه؟ ايه المرجعية بتاعتنا اللي هنعتمد عليها في تنظيم سلوك الناس واحنا بنتكلم على اقتصاد اسلامي؟ ها، المرجعية طبعا هي الشريعة الاسلامية اللي هي القرآن والسنة والاجماع والاجماع والقياس والكلام اللي انت هتقوله. تمام، مظبوط. يبقى اول حاجة تنظيم سلوك الانسان وتربيته من خلال التعليم الاسلامي ومسؤولياته في خدمة مجتمعه ونفعه ابتغاء ثواب الله عز وجل. طب ازاي يتم الكلام ده؟ الكلام ده نظريا كلام جميل، لكن ازاي عمليا يتم؟ هناخد الكلام ده بعد شوية، هناخد الكلام ده بعد شوية، بس بعد ما نشوف الـ3 ركائز لحل المشكلة. الركيزة التانية يا شباب، طب هي مشكلة انتاجية، نعمل ايه في الانتاج؟ نقلله، نخليه ينخفض، نخليه يتدهور الانتاج، ولا نعمل ايه في الانتاج كركيزة حل بقى؟ احنا قلنا ان هي مشكلة انتاجية، نعمل ايه في الانتاج بقى؟ ايوه، نعمل عملية برضه تنظيم للانتاج وتنمية وتطوير وزيادة. طب مين المسؤول تفتكره عن تنمية وتطوير الانتاج يا جماعة؟ هل انت او انتي؟ انتوا بس المسؤولين، ولا القطاع الخاص اللي مسؤول، ولا القطاع العام، ولا الحكومة، ولا مين المسؤول؟ ولا اهل الشورى واهل الخبرة واهل الفقه واهل العلم، ولا اهل البحث العلمي؟ مين المسؤول عن تنمية الانتاج وتطويره يا جماعة؟ الجميع، الجميع مسؤول عن تنمية الانتاج وتطويره، سواء قطاع خاص او قطاع عام، حكومة، افراد، باحثين، اهل شورى، اهل خبرة، اهل حكمة، كل ده كل واحد في مقام مسؤول عن زيادة ايه يا جماعة؟ عن زيادة الانتاج. طب ازاي الكلام ده نظري جميل، طب ازاي نطبقه عمليا ونزود الانتاج عمليا؟ هنتكلم عليه بعد شوية، بحيث ان كل ركيزة من الركائز دي يا جماعة ليها شنطة ادوات او طرق او اساليب من خلالها هيتم حل البعد اللي بنتكلم عليه. يعني تنظيم سلوك الانسان وتربيته، وازاي يتم الكلام ده؟ هيتم من خلال شنطة أدوات هنتكلم عليه بعد شوية. تنظيم الإنتاج وتطويره وزيادته وتنميته إزاي يتم؟ هنقول برضه إن ليه شنطة أدوات من خلالها وسائل وطرق وأساليب هتزود الإنتاج وتنميه. طب تالت بعد للمشكلة يا جماعة، إحنا قلنا إن هي مشكلة إيه؟ توزيعية. طيب الاقتصاد الإسلامي عايز يعمل إيه في التوزيع؟ عايز يظلم الناس؟ عايز يدي للي بيشتغل زي اللي ما بيشتغلش؟ اللي عنده خبرة زي اللي ما عندوش خبرة؟ ولا عايز يعمل إيه؟ عايز يحقق العدالة الاجتماعية. طب ما الرأسمالي كان عايز يحقق العدالة الاجتماعية، بس الرأسمالي من سلبياته اللي أدى إلى إن الغني بيزداد غنى والفقير يزداد فقر نتيجة وجود الاحتكار. ولا عايز يحقق العدالة بمفهوم الاقتصاد الاشتراكي، إن هو عايز يساوي بين الناس تماما ويزيل الفوارق بين طبقات المجتمع ويعارض سنة كونية لله في إن ربنا خلق الناس درجات ومتنوعين ومختلفين. أمال عايز يعمل إيه يا جماعة؟ عايز يحقق العدالة الاجتماعية بمفهوم الاقتصاد الإسلامي. ماذا تعني العدالة الاجتماعية في توزيع الدخول والثروات؟ طبعا نوزع ايه؟ نوزع الدخول والثروات. ازاي نحقق العدالة؟ وايه مفهوم العدالة بمفهوم الاقتصاد الإسلامي؟ مفهوم العدالة هنا يا جماعة بمفهوم الاقتصاد الإسلامي هو ان نحقق مستوى معيشي مناسب لكل فرد، وليس المساواة. العدالة الاجتماعية هنا لا تعني المساواة في الاقتصاد الإسلامي، وإنما معناها تحقيق مستوى معيشي مناسب لكل فرد، بمعنى حتى الفقير يلاقي حياة كريمة يعيش. مش عشان انت فقير مش هتتعلم، لا، ممكن نعمل لك تعليم، اي نعم جودته ممكن تكون قليلة لكن هتتعلم، اما اللي معاه فلوس هيدفع ويتعلم في المكان اللي هو عايزه. هو انت علشان فقير مش هتتعالج؟ لا، هنوفر لك علاج مجاني، ولا علاج برموز بسيطة، علاج برسوم رمزية، لكن ممكن يكون جودة العلاج اقل من الاماكن الخاصة والناس اللي معاها فلوس، لكن برضه هنوفر لك علاج يعني. وبناء عليه يا جماعة، ليس معنى العدالة الاجتماعية في الاقتصاد الإسلامي
المساواة التامة وإلغاء الفوارق بين الطبقات أو إزالة الفوارق تماما بين طبقات المجتمع، وإنما معناها ومش هساوي بين الناس في الدخل والثروات. برضه مش معنى العدالة الاجتماعية إن أنا هساوي بين الناس في الدخول والثروات، يعني أدي لكل واحد رواتب زي التاني، مش هينفع طبعا لا. وبالتالي العدالة هنا يا جماعة قلنا هي تقليل التفاوت زي ما أنتوا بتقولوا، برافو عليكم، والكلام ده أعتقد تناولناه قبل كده. تقليل أو تخفيض التفاوت في توزيع الدخول والثروات. تقليل التفاوت في إيه يا جماعة؟ في توزيع الدخول والثروات. أيوه، إزاي بقى كركيزة للحل إن إحنا نعمل عدالة في توزيع الدخول والثروات بمفهوم الاقتصاد الإسلامي وليس بأي مفهوم؟ إزاي يتم الكلام ده على أرض الواقع؟ إزاي يتم ده عمليًا؟ أكيد في شنطة أدوات لكل ركيزة من الركائز الثلاثة. تيجوا بقى نفتح الشنط بتاع كل ركيزة من الركائز الثلاثة يا شباب، ونشوف ايه الادوات اللي ممكن تحل المشكلة او بعد المشكلة لكل بعد من الابعاد الثلاثة. اول ركيزة قلنا ان هي عبارة عن ايه يا جماعة في الحل؟ ان احنا ننظم سلوك الانسان ونربيه من خلال التعاليم الاسلامية وتعاليم الشريعة الاسلامية. طيب ازاي بقى يتم الكلام ده؟ هو الانسان ليه علاقة بكام واحد او ليه علاقة بمين؟ هنأول حاجة طبعا ليه علاقة باللي خلقه، بربه، برب الكون. أكيد لو نظمنا علاقة الإنسان بربنا، ها، وتنشأت العلاقة دي على التقوى والطاعة والاستجابة لله وللرسول، أكيد هينجم عنها حل للمشاكل الاقتصادية. زي مثلا هندي مثال، الاستغفار علاقة مين بمين؟ علاقة العبد بربه. طب لو الإنسان فعلا التزم بالاستغفار وعرف إن الاستغفار ده هيحل له المشاكل، يا ترى فعلا ممكن الاستغفار يحل مشاكل يا شباب؟ ها نشوف كده قول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يا ترى هيحصل إيه بقى لو حصل، لو يعني عملنا كده إيه اللي هيحصل يا ترى؟ هتحل مشاكل اقتصادية؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الآية طبعا في أدلة كتيرة، يعني الدعاء مثلا علاقة مين بمين؟ علاقة العبد بربنا. يا ترى الإنسان لو عرف إن الدعاء هيستجاب ليه ويحل ليه مشاكل، هيساهم في حل المشاكل فعلا؟ أكيد طبعا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. طبعا المؤمن عارف ان اكيد ربنا هيستجيب ليه ان عاجلا او اجلا، او يدفع عنه بلاء بهذا الدعاء، او يؤجل ثواب هذا الدعاء له في الاخره، وبالتالي اكيد الاجابه هتكون ايه يا جماعه؟ اكيده. الادله يا جماعه مش مساله محفظه، المساله ان يعني احنا قلنا يا جماعه بكده الادله ممكن بتجي لك صح وغلط او اختيار متعدد، فهتحفظ ايه يعني؟ الأدلة حتى لو جت تديله ولا حاجة بتيجي حاجة بسيطة وسهلة في شكل صح وغلط أو اختيار متعدد، وبتعمل عليه الفهم والاستيعاب هو الأصل، إنما تحفظ يعني ما هي حاجات بسيطة أصلا مش محتاجة حفظ، ومع ذلك يعني الأدلة مش بتيجي بصورة صعبة ولا حاجة، يعني بتيجي بشكل سهل جدا ده لو جات، يعني ده لو جات أدلة. يبقى إذا يا جماعة عرفنا بالفعل إن إحنا لو نظمنا علاقة الإنسان بربنا، ها، التقوى علاقة مين بمين؟ علاقة الإنسان بربنا. طيب لو قلنا التقوى يا ترى هتحل مشاكل؟ طبعا ليها مفاتيح لمشاكل كتيرة جدا، ها، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا، وآيات كتيرة عن التقوى لو قعدت تجمعها هتلاقي في آيات كتيرة جدا وهي مفتاح لكل شيء، واتقوا الله ويعلمكم الله، وأمور كتيرة جدا أكيد التقوى. وبالتالي كل العلاقات الإنسان بربنا لو نظمناها بناء على الشريعة الإسلامية أكيد وعن يقين هتساهم في تقليل وحل المشاكل الاقتصادية. طيب يا ترى الإنسان ليه علاقة بمين تاني؟ علاقة الإنسان بغيره أو بالآخرين سواء بالفرد أو بالمجتمع. يا ترى لو نظمنا علاقة الإنسان بالإنسان، ها، هيساهم في حل المشكلة الاقتصادية؟ أكيد طبعا هيساهم في حل المشاكل الاقتصادية. إزاي طيب؟ يعني على سبيل المثال
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو أنت بتحب لأخوك اللي أنت بتحبه لنفسك، ده هيقلل في المشاكل الاقتصادية أكيد. لو أنت غني وشايف أخوك الفقير، سواء صلة قرابة أو غير صلة قرابة، وشايفه فقير محتاج وعطفت عليه وأعطيته، هل ده يساهم في تقليل الفجوة وتحسين مستوى المعيشة للناس؟ بالتأكيد. وبناء عليه يا جماعة، تنظيم علاقة الإنسان بغير الإنسان أكيد بأمور مختلفة هيساهم في حل المشاكل الاقتصادية بأشكال مختلفة، زي مثلا برضو عدم استخدام الفرد لموارده في الإضرار بالآخرين كالغش والتدليس والاحتكار وغيرها من أنواع الكسب الحرام. لأن أنت طالما هتلتزم بالشريعة الإسلامية مش هتضر الناس، وبالتالي ده برضو هيؤدي إلى عدم وجود الغش وعدم التدليس وعدم الاحتكار وعدم الفساد وإلى آخره، وبناء عليه يكون مجتمع صالح ومستوى المعيشة بتاع الناس يعيشوا حياة كريمة. احنا في صفحة 20 يا شباب، في منتصف الصفحة. طيب تفتكروا في علاقة الإنسان بمين كمان؟ احنا قلنا علاقة الإنسان بربنا منظمها، علاقة الإنسان بغيره منظمها، إنما المؤمنون أخوة. علاقة الإنسان بمين تاني بقى؟ بالموارد، بالموارد الاقتصادية المحدودة والنادرة نسبيا، أو بالموارد عموما والبيئة يعني. تفتكروا لو نظمنا علاقة الإنسان بالموارد ده هيساهم في معالجة المشاكل الاقتصادية؟ طبعا موضوع تنظيم علاقة الإنسان بالموارد يا جماعة بيقوم على قاعدتين أو علاقتين، يا ترى إيه هما العلاقتين؟ مهمين جدا طبعا، بيجوا في صح وغلط أو اختيار متعدد برضه. قاعدتين أو العلاقتين دول هما قاعدة التسخير وقاعدة المسؤولية، أو علاقة التسخير وعلاقة المسؤولية. يعني إيه التسخير؟ يعني يا سيدي ربنا سخر لك نعم كتيرة ظاهرة وباطنة، وسخر لك الكون كله، ها، وملكك الكون ملكية استخلاف، سواء ملكية خاصة أو ملكية عامة، علشان تفسد في الأرض، ها، ولا عشان تعمل إيه بقى؟ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا، عشان تصلح وتعمر. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي أمركم بعمارتها، بالزراعة، بالبناية، بالغراس، بالتعدين، بالتصنيع، بالتعليم، بالصحة إلى آخره. طب دي علاقة التسخير يا جماعة، يبقى لا تفسد في الأرض ولكن تعمر بشتى وسائل التعمير. طب علاقة المسؤولية هي نفس القضية برضه، إن أنت مسؤول عن الموارد ديت، ومسؤوليتك عن الموارد دي إن أنت تستخدمها استخدام أمثل واستخدام جيد، واستخدام بكفاءة إنتاجية واقتصادية عالية، تحقق منها أعلى عائد وأعلى إنتاج، إن أنت أيضا تحافظ عليها من عدم الإهدار وعدم الإهمال. لما يكون عندك آلات ومعدات وما بتعملهاش صيانة مثلا في المصنع، يبقى أنت كده بتهدر الآلات دي. لما يكون عندك أموال هتكتنزها، مش هتعمل بيها مشروع ولا حاجة حلال تخلي الناس تستفيد من وراك وتكتنزها، برضو ده غلط، لأن أنت هتتضرر، لأن قيمة النقود مع الوقت هتقل، وكمان لو بتطلع منها الزكاة الفلوس بتاعتك هتخلص. فالأفضل إن أنت تعمل بيها مورد زي المال كده، أو الأفضل إن أنت تعمل يا جماعة تعمل مشروع حلال تشغل ناس معاك يستفيدوا، كل يوم مصدر دخل، يمكن ناس فقراء ولا بتاع، وانت ربحك يزيد وتطلع الزكاة، تكسب او تربح ثواب الدنيا والاخرة، او تجني خيري الدنيا والاخرة. وبالتالي علاقتك بالموارد سواء كانت موارد مالية او موارد عينية، عقارات واراضي وغيرها، من الات ومعدات ومواد خام، لازم كل الكلام ده تاخد بالك منه بحيث تنظم علاقتك بالموارد. دي كانت الركيزة الأولى يا شباب في مواجهة المشكلة الاقتصادية، اللي هي مشكلة سلوك خاص وعام كبعد أولاني. وركيزة الحل قلنا إن هي تنظيم سلوك الفرد والمجتمع من خلال تنظيمه بناء على الشريعة الإسلامية، وعرفنا إزاي ده فعلا علاقة الإنسان بربنا وعلاقة الإنسان بغيره وبالآخرين، يعني علاقة الإنسان بالموارد. دي كانت الركيزة الأولانية. تيجوا نشوف الركيزة الثانية، اللي هي كانت مشكلة إنتاجية كبعد، المشكلة كانت مشكلة إنتاجية. طيب الركيزة بتاع الحل قلنا نعمل ايه؟ نفتح الشنطة بقى، وقلنا تنظيم الانتاج وتنميته وتطويره من قبل الجميع، القطاع الخاص والعام والحكومي والافراد وغيره. ازاي بقى يتم تنمية الانتاج وتطويره من خلال هذه الركيزة؟ لو فتحنا الشنطة هنلاقي فيها ادوات واساليب ومفاتيح ووسائل وطرق كتيرة من خلال الشريعة الاسلامية تقدر ان هي تزود الانتاج وتنميه وتطوره. زي ايه يا شباب؟ مثلا زي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: طلب الحلال واجب على كل مسلم. يعني ايه؟ يعني الانسان
فرض عين عليه انه لازم يجتهد ويشتغل ويكف ايده عن انه يسأل الناس او يتسول، او طالما ربنا انعم عليه بنعم ها لازم يستخدم النعم دي في تحصيل رزقه، ويأخذ بالاسباب ويجتهد ويعمل ولا يتكاسل ولا يتواكل، وانما يأخذ بالاسباب ويتوكل على الله عز وجل، وبالتأكيد ربنا هيرزقه كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطالا، يعني تطلع جعانة وترجع شبعانة. وبناء عليه يا شباب دي أول أداة ممكن، إن الإسلام بيحث على العمل ويحث على الاجتهاد ويحث على عدم التكاسل وعدم التواكل، وإنما يشجع على التوكل والأخذ بالأسباب والاجتهاد وإلى آخره. أيضا يا شباب من الأساليب اللي بتساعد على زيادة الإنتاج وتنميته وتطويره ألا وهي إن الإسلام قلناها من شوية، كل الإسلام بينهى عن كنز الأموال أي حبسه عن التداول، يعني واحد يحط فلوسه في خزنة ولا في حصالة ويسيبها بقى ما يستخدمهاش وما يعملش منها حاجة، ولو هيطلع منها الزكاة هتخلص، وكمان قيمة الفلوس مع الزمن أو النقود مع الزمن بتقل. وبناء عليه نعمل ايه بقى في الاموال عشان ننمي الانتاج ونزوده؟ ايوه يفضل ان احنا ما نعطلش الموارد ديت ونستخدمها، ونشجع على الاستثمار الحلال في مشاريع حلال تحتاج لعمالة من الفقراء وغيره تحسن من مستوى معيشتهم وتزود الانتاج بتاع البلد وتحقق ارباحك، والارباح تزيد وتطلع كمان الزكاة، ربنا يبارك لك في اموالك وتجني ثواب او تجني خيري الدنيا والاخرة. ايضا يا شباب زي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من احيا ارضا ميتة فهي له ارض، محدش بيستفيد منها، يمكن الناس بتتضرر منها، ترمي فيها قمامة مش عارف ايه، طب واحد هياخدها يعمرها، هيزرع فيها، هيعمل فيها مصنع، هيعمل فيها اي تعمير يفيد نفسه ويفيد الاخرين وبناء عليه. وبالتالي ان الاسلام بالفعل بيشجع الانفاق الاستثماري، النقطة الثالثة الانفاق الاستثماري، وبيفضله على الانفاق الاستهلاكي. ليه؟ لان الانفاق الاستثماري يا جماعة يعني نعمل مشاريع والكلام دوت هيساهم في زيادة الإنتاج وتطويره. يبقى شجع الإسلام الإنفاق الاستثماري الذي يؤدي لتنمية الإنتاج وفضله على الإنفاق الاستهلاكي. أجابك جايب لك صح وغلط، مثلا أنت وأنت بتذاكر كده لازم تعودوا نفسكم على أن أنت تطرح على نفسك أسئلة صح وخطأ أو اختيار متعدد. مثلا على سبيل المثال أجي أقول لك مثلا شجع الإسلام الإنفاق الاستثماري الذي يؤدي إلى تنمية الإنتاج وفضله على الإنفاق الاستهلاكي، صح ولا غلط؟ صح. إنما لو جيت لك العكس بقول لك شجع الإسلام الإنفاق الاستهلاكي الذي يؤدي إلى تنمية الإنتاج وفضله على الإنفاق الاستثماري، يبقى غلط. فيعني حاجات بسيطة وأنت بتذاكروا كده لازم تدربوا نفسكم على أسئلة صح وغلط، وبالتالي المقرر بسيط جدا لو أنت بتذاكر بالطريقة دي إن أنت تحط لنفسك أسئلة صح وغلط، أو تطرح على نفسك أسئلة صح وغلط، أو تطرح على نفسك أسئلة اختيار متعدد، وهكذا تلاقي المقرر سهل إن شاء الله عز وجل. وفي هذا الصدد يعني لما نلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يذبح شاه رأس من الأنعام يعني أو الأغنام أو الماعز إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة كانوا موجودين، وواحد من الصحابة قام عشان يكرم الرسول صلى الله عليه وسلم فراح يذبح رأس من الشاه. فيا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ حذره وقال له إيه؟ إياك والحلوب. ليه بقى إياك والحلوب؟ لأن الحلوب دي يا جماعة هي رأس من الأغنام أو الماعز اللي بتتكاثر وتتناسل يعني وتدر حليب إلى آخره، يعني دي هتزود إنتاجك، فما تروحش تذبحها، اذبح حاجة غيرها. واضح؟ حاجة ما تكونش بتدر ولا بتتكاثر ولا بتتناسل، وبناء عليه ما تقضيش على رأس المال الاستثماري بتاعك. واضح يا شباب؟ رابع طريقة وأسلوب من الأساليب، طبعا في أساليب كتيرة لزيادة الإنتاج، لكن رابع أسلوب من أساليب زيادة الإنتاج يا جماعة ألا وهو إيه؟ يعني الاقتصاد الإسلامي ما بيحرمش الأرباح الحلال، والاجتهاد في تحصيل الربح مش حرام، وبالتالي المنافسة وآلية السوق والمنافسة الشريفة المشروعة من أجل زيادة الكفاءة الاقتصادية وتحقيق الأرباح الإسلام بيشرعها، وبالتالي إلا لكل مجتهد نصيب، لازم على قدر اجتهادك هتاخد هتحصل، وبالتالي ده بيدي لك حافز على انك تجتهد اكتر، لان انت عارف ان مجهودك مش هيضيع، مجهودك مش يا جماعه مش هيضيع، وده برضه بيساهم في زياده الانتاج وتنميته وتطويره.
وبالتالي الإسلام بيقر بآلية السوق، لأن آلية السوق بتوفر نوع من العدالة في تحديد أسعار السلع والخدمات والأجور والرواتب، والاقتصاد الإسلامي بيقر بهذه الآلية لأنها فيها نوع من العدالة وتوافق الشريعة الإسلامية. أما التسعير الجبري فلا يجوز شرعا، إلا بقى قدام في المقرر كده شوية هناخد إن بعض العلماء زي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قالوا يجوز التسعير الجبري للضرورة بشروط، يجوز بشروط، يا ترى ايه اللي هنقوله بس في وقتها قدام ان شاء الله. بنستكمل برضو اساليب زيادة الانتاج ايضا اللي بيؤدي الى تنمية الانتاج وتطويره، ما فيش اختبار بيخلو منها الحقيقة، لانها ركن من اركان الاسلام وادارة رئيسية من ادوات زيادة الانتاج في الاقتصاد الاسلامي، الا وهي الزكاة. الزكاة يا جماعة ليها اثار ايجابية كتيرة على زيادة الانتاج وتنميته وتطويره. يا ترى الزكاة بتعمل ايه؟ طبعا بيجي لك صح وغلط او اختيار متعدد باشكال مختلفة، فما فيش اختبار بيخلو من الزكاة. خلينا نشوف كده يا ترى الزكاة ممكن تعمل ايه وتزود الانتاج ازاي. اول حاجة شباب ان الزكاة بتغني الفقراء، تعمل على الاغناء، يعني بتغني الناس، الفقير اللي محتاج ومش لاقي ياكل بيجي له مبلغ يقدر ياكل يشرب، بيجي له ملبس يقدر يلبس وهكذا. احنا في صفحة 21 دلوقتي شباب. إنها تعتمد على إغناء، لقول عمر بن الخطاب إذا أعطيتم فأغنوا، وإن الزكاة تسهم في إغناء الفقراء وتسهم في توفير الوسيلة للعمل إذا كان في مال بيت الزكاة وفرة يعني. ثانيا أن من مصارف الزكاة مصرف الغارمين، وهو يتضمن حماية النشاط الإنتاجي وتعويض المنتج، وذلك عندما يتعرض نشاطه للخسارة أو عندما يتعرض نشاط الإنتاج للتوقف فإن الزكاة تدفع له ويساعد منها. الغارمين يا جماعة اللي هم فقدوا أموالهم بأسباب يعني مش تقصير منهم ولا حاجة، أسباب خارجة عن إرادتهم، إما تكون كارثة طبيعية مثلا كحريق لا قدر الله، أو زلزال أو فيضان أو بركان أو أي كوارث طبيعية، أو كارثة خارجة عن إرادته زي مثلا ارتفاع أو انخفاض الأسعار في السوق بشكل كبير جدا أدى إلى إفلاس وحاجات زي كده. فممكن مصرف الغارمين اللي هم عليهم ديون والكلام ده كله، فممكن نقف ونساعده لغايه لما يرجع زي الاول برضه، وبالتالي ده بيساهم في الانتاج. ايضا الزكاه يا جماعه من خلال زكاه بهيمه الانعام بيفضل اخراجها من الاناث. زكاه الانعام بقى سواء اغنام وماعز وابل وماشيه وغيره، فاللي عنده الحاجات دي بتفي قدر الزكاه، فلما يطلع الزكاة بننصحه بنقول له لازم تطلعها انها تكون من الاناث. ليه من الاناث؟ لان الاناث دي راس مال انتاجيه، لان الاناث لما تروح لواحد فقير غالبا مش يقول هبيعها او هذبحها واكلها، لا ده غالبا بيقول ايه؟ والله انا هخليها تكبر وتتكاثر وتتناسل عندي عشان اصير غني ويبقى عندي رؤوس من الانعام كتيره. طب لما يصير غني هو كمان ها يعمل ايه؟ يطلع هو كمان الزكاة، وبالتالي فعلا ديت بتساهم في زياده الانتاج وتنميته وتطويره. يا ترى ايه كمان يساهم في زياده الانتاج وتنميته وتطويره يا شباب؟ الزكاه طبعا من اثارها ايضا الايجابيه ان احنا بنقول ان هي بتتكرر كل سنه، الزكاه دي كل سنه لازم تطلعها، طالما طبعا في زكاه اموال، في زكاه ذهب، في زكاه فضه، في زكاه زروع، في زكاه ثمار، في زكاه تجاره، في زكاه فطر، كل الزكاه بتطلع طالما ان المصدر بتاعك بيبلغ النصاب فتجب فيه الزكاه. وبالتالي انت لو بتطلع الزكاة على طول بس مش مشغل اموالك وعامل لها عملية اكتناز هتخلص، فالافضل انك تعمل ايه بقى؟ وبالتالي ان الزكاة غالبا تتكرر كل عام، مما يحافظ على انتاج الاستثمار حتى لا تقل سنويا باداء الزكاة. ومما ورد في الاثر اتجروا باموال اليتامى حتى لا تاكلها الزكاة او لا تاكلها الصدقة، ده قول عمر بن الخطاب. بمعنى ان يا جماعة لازم نشغل الاموال، نشغلها في الحلال، انت هتستفيد بان ارباحك هتزيد وتطلع الزكاه تكسب سواء الدنيا والاخره، وتفيد المجتمع بان انت هتنتج سلعه ولا حاجه، وتفيد الدوله، وتفيد كمان الافراد الفقراء والناس اللي هم زي محتاجين لمصدر للدخل يتحسن مستوى معيشتهم. وبالتالي كل ده بيساهم في زياده الانتاج من خلال الاثار الايجابيه الجميله بتاعه الزكاه. طب تيجي للركيزة الثالثة في مواجهة المشكلة الاقتصادية. احنا كنا بنقول البعد الثالث في المشكلة الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي ان هي مشكلة يا جماعة توزيعية. طب عايزين نعمل ايه في التوزيع؟ عايزين نحقق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخول والثروات، ولكن مش بأي مفهوم، بمفهوم الاقتصاد الإسلامي. ايوه ازاي بقى؟
ومفهوم الاقتصاد الاسلامي هو تقليل التفاوت في توزيع الدخول والثروات، يعني نقلل الفجوه بين الناس، ما نخليش الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقر زي الراسمالي، ولا عايزين نساوي بين الناس ونلغي الفوارق بينهم، لا لا عايزين ده، ولا عايزين نساوي بين الناس في الدخول والثروات، انما احنا عايزين نحقق نوع من العداله، بمعنى توفير حياه كريمه لكل فرد، او توفير مستوى معيشه مناسب لكل فرد، او تقليل التفاوت في توزيع الدخول والثروات بين افراد المجتمع. عداله نسبيه زي ما انت بتقول. مثلا مفهوم العدالة يا شباب في النظام الاقتصادي الإسلامي لا يعني المساواة التامة بين الناس في دخولهم وثرواتهم. أجي أقول لك صح ولا غلط؟ مفهوم العدالة في النظام الاقتصادي الإسلامي يعني المساواة التامة بين الناس في دخولهم وثرواتهم. طبعا غلط. أجي أقولها لك، مفهوم العدالة في النظام الاقتصادي الإسلامي يعني إزالة الفوارق بين طبقات المجتمع. صح ولا غلط؟ غلط طبعا، إنما هي معناها تقليل التفاوت زي ما أنتوا بتقولوا. أو معنى العدالة أيضا في الاقتصاد الإسلامي إن إحنا نتيح بقى الفرصة تكون متساوية، نساوي بينهم في الفرص، ها؟ إتاحة الفرصة المتساوية لجميع أفراد المجتمع لاستخدام قدراتهم التي سخرها الله لهم من خلال قوى العرض والطلب وآلية السوق، بما يحقق نفعهم مع الاهتمام بالفئات غير القادرة على الكسب، بما يحقق لهم مستوى معيشي مناسب، يعني نساوي بينهم في الفرص، ما يكونش فيه وساطة ومحسوبية والكلام ده، في إعلان مثلا وظائف لحد يتقدم، لا. ما ميش، انا ابص للخبرات اللي عندهم وللشهادات واختار الاكفأ والافضل للوظيفة، انما ما يكونش فيه محسوبيات ووسطات والكلام ده كله، يكون الناس عندي سواسية، ما افضلش حد على حد الا بشهاداته وخبراته وقدراته فقط. وبناء على يا جماعة الركيزة الثالثة دي مهمة جدا، وبالتالي فتحنا بقى شنطة الأدوات. الكلام ده جميل طبعا، احنا نقلل التفاوت والكلام ده جميل، لكن ازاي نحققه عمليا على أرض الواقع؟ أكيد هنضطر نفتح الشنطة الثالثة يا شباب، ونلاقي فيها مجموعة من الأدوات والطرق والأساليب والوسائل اللي من خلالها هتساهم في تحقيق العدالة في توزيع الدخول والثروات. أنا قدامي يعني أقل من 10 دقايق، يعني 7 دقايق ولا حاجة، علشان الناس ما تقلقش، فقدامي حوالي 7 دقايق ونخلص إن شاء الله. اللي عنده محاضرة تانية يقدر ينسحب ويروح لها، وكده كده اللقاء بيسجل والكلام ده قلناه كتير قبل كده يا شباب، فما تقلقوش. وبناء عليه يا شباب بنقول إن الاقتصاد الإسلامي عنده العديد من الوسائل في تحقيق العدالة في توزيع الدخول والثروات، من خلال إنه بيقسم عملية التوزيع لـ3 مراحل، أو إن عملية التوزيع يا شباب بتقوم على 3 دعائم أو 3 ركائز أساسية. يعني عايز أحقق عدالة في التوزيع بمفهوم الاقتصاد الإسلامي، إزاي؟ هقول لك من خلال 3 دعائم رئيسية. الـ3 دعائم الرئيسية دي بتساهم في تحقيق العدالة في توزيع الدخول والثروات. وكل دعامة من دول ممكن نسميها مرحلة، أو ليها مسميات أخرى هنقولها، ودي طبعا مهمة جدا، وبرضه مفيش اختبار بيخلو منها. وبالتالي أنت لازم تبقى عارفة المسميات المختلفة لكل مرحلة. يا ترى إيه المسميات الـ3؟ يعني عشان أحقق العدالة في توزيع الدخول والثروات بمفهوم الاقتصاد الإسلامي أمر بـ3 مراحل؟ أيوه. يا ترى هما الـ3 مراحل دول بسميهم أو الـ3 دعائم؟ الدعامة الأولانية أو المرحلة الأولانية يا شباب بسميها مرحلة التوزيع الشخصي للثروة، أو بيسموها مرحلة توزيع ما قبل الإنتاج. برافو عليكم، لأن الحاجة دي مرت علينا قبل كده، وهتمر علينا قدام برضه إن شاء الله عز وجل، فهنتناولها قدام برضه تاني. مرحلة توزيع ما قبل الإنتاج، أو بتسمى مرحلة توزيع الشخصي، أو بتسمى مرحلة توزيع مصادر الثروة. ليها 3 مسميات، مرحلة توزيع ما قبل الإنتاج، مرحلة التوزيع الشخصي، او مرحلة توزيع مصادر الايه الثروة. دي المرحلة الاولى. بتعمل ايه المرحلة الاولى دي يا جماعة؟ بتعمل ايه؟ ايضا المرحلة الاولى دي بتساهم في تحقيق العدالة في توزيع الدخول والثروات، من خلال طبعا اليات معينة وادوات معينة. زي ايه يا ترى؟ زي اول حاجة مثلا نقول تخفيف التفاوت بين الافراد وضبطه في حدود معقوله، ولذا فقد اقر الاسلام كلا من الملكيه الفرديه والعامه بدون تعارض. يعني الاسلام مبني على اباحه كلا نوعي التملك للفرد
في المجتمع، سواء ملكية خاصة أو ملكية عامة. وبالتالي كلا نوعي الملكية بيدي حقوق للفرد وبيدي نوع من العدالة. هو أنت علشان فقير مش هتعرف تتعلم؟ لا، هنوفر لك جامعات ومدارس حكومية مجانية تتعلم فيها. يمكن مستوى التعليم ضعيف، أي نعم، لكن هتتعلم. هو أنت عشان فقير مش هتتعالج؟ لا، هتلاقي من خلال الملكية العامة للمستشفيات الحكومية والمستوصفات الحكومية والحاجات دي هتتعالج برضه مجانا، تأمين صحي وغيره، وهكذا يا شباب. وبالتالي سواء كانت ملكية خاصة تقدر من خلال مجهودك البشري تزود ممتلكاتك، أو باجتهادك تقدر تحسن من مستوى معيشتك. فكل مجتهد نصيبه أن الله ليضيع أجر من أحسن عمله. الدعامة التانية يا شباب، أو المرحلة التانية، بيسموها مرحلة توزيع الدخول على عناصر الإنتاج، أو بيسموها مرحلة التوزيع الوظيفي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كل عنصر شارك وأدى وظيفة وساهم وأدى وظيفة معينة في العملية الإنتاجية من حقه ياخد حاجة، من حقه يكون ليه نصيب في حاجة. يا ترى من حقه يكون ليه نصيب في إيه؟ يمكن يكون ليه نصيب ياخد ربح أو إيجار أو أجر حسب طبيعة مشاركته، لكن من العدالة إن إحنا ندي لكل واحد حقه ساهم وشارك في العملية الإنتاجية. لذلك بنقسم العناصر لعناصر بتستحق الأجر وعناصر تستحق الربح، بس دي خليها برضه هتمر علينا قدام في المقرر شوية يا شباب. يعني بالذات العدالة في توزيع دخول الثروات هناخدها بالتفصيل، وهناخد المراحل دي بالتفصيل تاني يا شباب ومسمياتها، بس قدام شوية في المقرر. هنتكلم على التوزيع ومفهوم التوزيع والعدالة في الرأسمالي، والعدالة مفهومة في الاشتراكي ايه، والعدالة مفهومة في الاقتصاد الإسلامي ايه، ونيجي بقى واخدين التلات مراحل دول تاني بالتفصيل. خلاص؟ الدعامة الثالثة أو المرحلة الثالثة يا شباب بيسموها مرحلة إعادة التوزيع. إعادة التوزيع إيه؟ أكيد الدخول والثروات يعني على أفراد المجتمع. يا ترى إزاي بتتم دي؟ إزاي تتم عملية إعادة التوزيع؟ إعادة التوزيع ده يا جماعة في ليها أدوات كتيرة جدا وليها آليات كتيرة جدا، ومنها زي ما أنتوا عمالين تعددوا زي الزكاة، زي الكفارات، زي الوقف، زي الأضاحي، زي الإرث، زي لأن تلاقي معظم الحاجات دي عبارة عن أموال بتتدفق من الأغنياء وتروح للايه، الطبقات الفقيرة، سواء فقراء ومساكين إلى آخره. وبالتالي ده كله يساهم فعلا في تقليل التفاوت في توزيع دخول الثروات بين أفراد المجتمع بمفهوم الاقتصاد الإسلامي، أو تحقيق العدالة بمفهوم الاقتصاد الإسلامي. بننتقل لجزء جديد يا شباب، هو مش جزء جديد قوي عليكم لأن كل المصطلحات الحاجات دي مرت عليكم قبل كده يا شباب، ألا وهي إيه؟ مفهوم الإنتاج. اكيد انتوا خدتوا الانتاج في مبادئ الاقتصاد الجزئي، بس خدتوه برسوم بيانيه ومسائل ومعادلات لكن هنا الحقيقه ما فيش، هنا في نظري، في رؤيه اسلاميه لمفهوم الانتاج. يا ترى هو ايه الانتاج؟ يا ترى مفهوم الانتاج في الاقتصاد الاسلامي هو ايه؟ هنقول طبعا الاقتصاد الاسلامي دايما نظرته واسعه وشامله، فبنقول اخذ الاقتصاد الاسلامي بالمفهوم الواسع للانتاج والذي يشمل عبارة عن إيه؟ عايزين نعرف الإنتاج، يعني ماذا يعني أنك تنتج أو أنك تنتجي؟ ماذا يعني أنك تنتج أو أنك، ماذا يعني الإنتاج؟ الإنتاج يا جماعة هو عملية توليد المنافع أو زيادتها على السلع والخدمات سواء كانت مادية أو معنوية. يبقى هو إيه تاني يا جماعة؟ هو عملية توليد المنافع أو زيادتها على السلع والخدمات سواء كانت مادية أو معنوية. ده مفهوم الانتاج ببساطة. لكن طبعا الاقتصاد الاسلامي بيركز على الجانب المادية والنفسية كعملية انتاجية، لكن الاقتصاد الرأسمالي او الاقتصاد الوضعي الاشتراكي الرأسمالي كان بيركز على الجانب المادي، على الارباح، على الجوانب المادية فقط، زي النظام الرأسمالي كان حافز الربح من خصائصه الرئيسية. نعرف تاني الانتاج في الاقتصاد الاسلامي يا جماعة هو ايه بقى؟ لازم بقى نقول انه بيعتمد على الشريعه الاسلاميه في التعريف، نقول هو عباره عن نشاط اقتصادي منظم يهدف الى توليد منفعه او زيادتها سواء كانت ماديه او معنويه، ولكن في اطار ضوابط وتعاليم الشريعه الاسلاميه. نقول يا جماعه تاني التعريف موجود طبعا عندكم صفحه 23. الانتاج في الاقتصاد الاسلامي عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن ايه الانتاج ده؟ هو نشاط اقتصادي ولكن بشكل منظم، منظم يهدف إلى توليد منفعة أو زيادتها سواء كانت مادية أو معنوية للسلع والخدمات في إطار ضوابط وتعاليم الشريعة الإسلامية.
واضح يا جماعة، لازم نقول فطار ده للتعليم الشرعي. طيب طبعا علماء الاقتصاد الإسلامي بيحاولوا دايما يوجدوا أو يجدوا صيغ تتلائم وألفاظ تتلائم مع كنا بنتكلم على اقتصاد إسلامي وشريعة إسلامية واقتصاد مرتبط بالشريعة والكلام ده، فبيحاولوا يجدوا الألفاظ اللي ليها أدلة في القرآن والسنة. فقالوا طب ما في لفظ أفضل وأوسع وأشمل وأكبر وأعمق في المعنى والمفهوم من لفظ الإنتاج، إيه بقى هو يا ترى؟ قالوا إيه رأيكم في العمارة؟ العمارة مش يعني العمارة السكنية اللي أنتم ساكنين فيها، إنما العمارة معناها تعمير الكون. تعمير إيه يا جماعة؟ تعمير الكون. يا ترى السؤال بقى، هل توجد علاقة بين مفهوم الإنتاج والعمارة؟ هل في علاقة بين الإنتاج والعمارة؟ وإن وجدت ما طبيعة هذه العلاقة ولماذا؟ هل توجد علاقة بين الإنتاج والعمارة؟ وإن وجدت ما طبيعة هذه العلاقة ولماذا؟ خلينا نقول الإجابة نعم توجد علاقة وطيدة. طبعا ما بيجيلكمش أسئلة مقالي ولا حاجة، ولكن يعني بيجيلك صح وغلط واختيار متعدد. لكن خلينا نطرح سؤال مقالي كده وخلاص يعني بالفهم. هل توجد علاقة بين الإنتاج والعمارة؟ وما طبيعة هذه العلاقة إن وجدت ولماذا؟ الإجابة نعم توجد علاقة قوية ووطيدة ومترابطة ومتلازمة ها ووثيقة بين الإنتاج والعمارة. وطبيعة هذه العلاقة إن هي أن العمارة أوسع وأشمل وأكبر وأعمق في المعنى والمفهوم من الإنتاج. طب ولماذا؟ ليه هي العمارة أوسع وأشمل؟ ليه يا جماعة؟ هنقول يا جماعة لأن العمارة لا تقتصر، لأن العمارة بمفهوم الاقتصاد الإسلامي لا تقتصر على النواحي الاقتصادية أو الفنية للإنتاج فقط، وإنما تتعدى إلى جوانب متعددة كثيرة جدا. فالعمارة بتعني الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والفكرية والسلوكية والتنظيمية للفرد والمجتمع، وتعني التنمية بالمفهوم الحديث اللي هي التنمية المستدامة، وتعني استخدام الإنسان لطاقاته بشكل منظم ومقصود، معناها استخدام الموارد استخدام أمثل، معناها تعمير الكون سواء بالزراعة أو بالغراس أو بالبناية أو بالتعدين أو بالصحة أو بالتعليم إلى آخره. فالعمارة ليها مفاهيم كتيرة جدا، وبالتالي هي عشان كده أوسع وأشمل من مفهوم الإنتاج. لكن خلينا نتكلم يا شباب، لو قلنا تفتكروا سواء الإنتاج أو العمارة يعني في الاقتصاد الإسلامي هل ليه أهداف؟ هل ليه أهمية؟ هل توجد أهمية للإنتاج أو للعمارة من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي؟ لماذا ننتج؟ لماذا ننتج؟ بننتج ليه؟ هل محتاجين إنتاج؟ هل ليه أهمية؟ هل ليه فوائد؟ يا ترى إيه فوائده؟ إيه أهميته؟ لماذا نعمر الكون؟ أولاً طبعاً قبل ده كله بنتكلم على اقتصاد اسلامي، نفس السؤال اللي قلت لك، لو رب بقول لك ربنا خلقك ليه؟ احنا بنتكلم على اقتصاد اسلامي، فلازم تبقى فكرنا ومرجعيتنا دايما للشريعه الاسلاميه. ربنا خلقك ليه؟ بتاكل ليه؟ بتشرب ليه؟ بتصوم ليه؟ بتصلي ليه؟ بتأدي الطاعات ليه؟ ها؟ هتقول لي طبعا للعباده، وبالتالي ده الهدف والاهميه اللي مش لازم نتكلم فيها. مش المفروض نتكلم فيها، ده هدف لازم يبقى ثابت عندنا. قول الله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، او قول اللهم صل على سيدنا محمد، او قول الله عز وجل في اخره قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن يا جماعه؟ لله رب العالمين. الايه بتقول كده قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، بالتالي حياتك كلها لله، سواء بقى بتاكل ليه، بتشرب ليه، بتتعلم ليه. المفروض الاصل والنيه الاصليه انها تكون تعبدا وطاعة لله عز وجل. يعني انت بتتعلم ليه؟ تقول لي والله طلبا للعلم في سبيل الله، وعشان اكون مؤمن على علمي وعلى وعي ومعرفة، ما اكونش مؤمن جاهل او الى اخره، وعشان اكون مؤمن قوي في الايمان وقوي في العقل وقوي في الصحة وقوي في كل حاجة. المؤمن القوي خير من محبه لله تعالى من المؤمن الضعيف. وبالتالي طبعا في اهداف كتيرة بقى دنيوية للإنتاج، تقدر تقول واحد يقول لك أنا بنتج علشان نشبع حاجات ورغبات المجتمع، واحد تاني يقول لك أنا بنتج علشان أحقق أرباح، واحد تالت يقول لك أنا بنتج، أيوه دي كلها أهداف بقى دنيوية نقدر نتكلم فيها كتير وتقدر تذكرها كتير، واحد يقول لك عشان أحقق عدالة اجتماعية، واحد بتنتج ليه عشان أحقق نمو اقتصادي، واحد بتنتج ليه عشان أصدر، بتنتج ليه عشان أعمل اكتفاء ذاتي، بتنتج ليه عشان وهكذا، تتعدد الأهداف بقى، واحد بينتج ليه يقول لك عشان أبقى عندي منافسة قوية أو ابقى قوي في السوق و الى اخره.
فبتتعدد الأهداف، ومش هنتكلم على الكلام ده كتير لأن انتوا تقدروا تقولوا من هنا لبكرة أهداف كتيرة للإنتاج حسب رؤية كل واحد. بس بعد ما عرفنا الهدف الأساسي، الهدف العظيم للإنتاج، هو ابتغاء مرضاة الله عز وجل. يعني هنتوقف عند النقطة ديت إن شاء الله عز وجل يا شباب، والمرة الجاية بإذن الله نبدأ من صفحة 24، والمرة الجاية إن شاء الله يا شباب هنتكلم على يا ترى الإنتاج ده بيتم بشكل عشوائي. لما بنتكلم على الاقتصاد الإسلامي، هل الأمور بتتم فيه بعشوائية ولا لازم يبقى فيه ضوابط؟ والضوابط دي هنجيبها منين؟ هنجيبها من النظام الرأسمالي ولا النظام الاشتراكي؟ يعني نجيب الضوابط بتاع الإنتاج دي منين؟ أكيد طبعا هنعتمد على الشريعة الإسلامية في وضع ضوابط معينة للإنتاج. يا ترى إيه مفهوم ضوابط الإنتاج؟ يا ترى الجامعة اللي أنت منتسب ليها دي ليها ضوابط؟ يا ترى أي مؤسسة أو أي شركة أو أي مدرسة ليها ضوابط؟ يا ترى أنت عندك في الأسرة ليه ضوابط؟ طب ما هي الضوابط إذا كان في ضوابط لكل الحاجات دي؟ يا ترى ما مفهوم الضوابط بشكل عام؟ طب الضوابط بقى بتاع الإنتاج لما نيجي نعرفها، يا ترى هتبقى صعبة ولا سهلة؟ هنعرف الكلام ده إن شاء الله عز وجل. وإيه أنواع الضوابط؟ وإيه أهمية وضع الضوابط؟ وما هي أقسام وأنواع الضوابط للإنتاج في ظل الاقتصاد الإسلامي؟ اللي عايز يعرف الكلام ده كله إن شاء الله عز وجل ينتظرنا في اللقاء القادم بإذن الله في نفس الموعد يوم الأحد القادم في الساعة 8:15 مساء في نفس الميعاد من كل أسبوع يوم الأحد. بشكركم وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.